بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كنا في الدرسين السابقات في الآية 60 من سورة الحج، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج، إن شاء الله بيكون معنا وقت نبحثنا. إنما واضح إنه الكلام في الآيات عن سنة من سنن الله التي لا تتخلف، وهي لما الإنسان يعتدى عليه فيرد بعدل، سواء كان أفراد أو مجتمعات، ما يخاف من أنه يبغى عليه، لأنه دائما الناس اللي بيطلبوا الحق ممكن بعضهم يحسب، طيب ممكن معناته يرد عليه بأكثر من هنا ضمان لأمثال هؤلاء الذين يقفون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني ينتصرون، انه ضمانة انه في النهاية الله سبحانه وتعالى ينصر، كسنة من سنن الله التي لا تتخلف. وهذا فيما يتعلق مثلا بالشعب الفلسطيني، انه هو لما يقوم ويطالب بالعدالة او حقه، يعني ليأخذ حقه ثم يبغى عليه، معناته صار اقرب للنصر. اما النايمين ما في ضمان، النايمين لا، النايمين بدوسوا عليهم الناس. طيب خلينا ناخذ تطبيق الان شويه فيما حصل في القدس، بعدين بنكمل في التفسير. عده ملاحظات على احداث القدس. اولا، كثير كان ينتشر في الانترنت وغيره انه ديروا بالكم، الاقصى هو لاحظوا المصلى الجنوبي، وبيحاولوا اليهود يقولوا غير هيك. لا، هذه دعاية اسرائيلية وقعوا فيها عدد من يكتب او يتحدث في الانترنت، انه الاقصى وعين اليهود على المصلى الجنوبي. هذا غير صحيح، غير صحيح اطلاقا، وإنما هو مطمعهم في كبة الصخرة. في ناس بيحكوا بالعكس، كيف قال لك الناس بظنوا أنه كبة الصخرة هي المسجد الأقصى، وهذه دعاية يهودية، وإنه مطمعهم في الجنوبي، هي بالعكس تماما. أصلا اليهود بيقولوا لك إحنا في موضوع الجنوبي ما لنا إشي، قالوها. طب وين بدكم؟ قبة الصخرة، تمام. اما المسجد، واحنا قلنا اكثر من مرة، اما المسجد الاقصى فهو 144 دنم، والدنم 1000 متر مربع، للي بيعرفوش الدنم، زمان في ناس بيعرفوش الدنم، 144 دنم، هذه هي الاقصى، تمام. قبة الصخرة مصلى في داخل المسجد الأقصى، والمصلى الجنوبي داخل المسجد الأقصى، وهناك معالم كثيرة ممكن توصل لـ200 معلم في داخل الأقصى، هي من الأقصى. واليوم انتم بتشوفوا صورته الأقصى، حتى الزيتون هذا اللي غرسوه مشان يوهمونا مش أقصى، لا هو ضمن الأقصى. هذه مسألة. المسألة الثانية، كثير كانوا يسألوا بالك بنهدم الأقصى، بنهدم الأقصى، بيهدموا الأقصى، شو بيهدموا الأقصى؟ طب ما هو الأقصى عبر التاريخ، لما تدرسوا تاريخه خصوصا المصلى الجنوبي هدم في الزلازل أكثر من مرة، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث،
وهذا المصلى الجنوبي اذا بتلاحظوا في عندك الرواق الاصلي وعلى يمينه اكم ثلاث وعلى يساره اكم ثلاث اكم رواق اذا سبعة. طب لعلمكم كان على يمينه سبعة وعلى يساره سبعة. هذا هذا اللي انتم شايفينه المصلى هذا مختصر هذا بعد الزلازل لانه كان الرواق الاصلي هذا الرئيس كان على يمينه سبعة وعلى يساره سبعة مثل الاروقة الموجودة الان كمان بدك تضيف على اليمين كمان اربعة وعلى اليسار كمان اربعة هذا اتساع الاقصى اصلا تمام. فايش يعني يهد ما يهدش؟ الاقصى هو الموقع الاقصى هو 144 دونم سواء كان مبني فيها او مش مبني. ليش نقعد نقول بيهدم ما بيهدمش؟ هذه برضو ضلالات تسرب وكأنه يعني اذا انهدت بعض الابنية ما عادش في اقصى. ايه الاقصى هو الموقع هذه قضية برضو نكون ايش متنبهين لها. وبالنسبة للاخوة اللي عندهم يعني في الهندسة وفي جوجل ايرث بدي يحسبوا ليش لان انا عندي معطيات مشان بعدين نحدثكم بدي يحسبوا المسافة القائمة المسافة بين قبة الصخرة والكعبة ويواصلونا ويقولوا المهندسين هذولا المتقنين منكم او من اللي بيسمعوا اليوم متيسر جوجل ايرث مش هيك بيقدر يحسب هو بالضبط بدنا بالضبط من قبة الصخرة ل الكعبة لان هذول هم من اصل التنتين هذول على فكرة هي اصلا الاصل هو قبة الصخرة هي الصخرة اصلا هي اللي بيحاولوا يقولوا مش هي لا هي بالدرجة الاولى وهي القلب واذا بتلاحظوا موقعها في المسجد الاقصى زي موقع الكعبة في المسجد الحرام وبعد ما يقيسوا لي وبعدين يراسلوا في معالم في داخله في داخله وفق دراسات بين ايدينا الان بتعطيكم القناعة في الاقصى بشكل تمام وكنت في درس سابق بينت ان الاسس قبل الاسلام اسس الاسوار رايحة قبلة بالضبط هاي واحد بس والباقي جاي تمام فيما مشان تحبوا الاقصى اكثر وفي لنا دراسة سابقة من 100 صفحة انه الكهف اللي بيبحثوا عنه اهل الكهف هو كهف صخرة بيت المقدس هو كهف صخرة بيت المقدس كمان هاي بتصيروا تحبوه اكتر تمام في دراسة من 100 صفحة في الموضوع ولا هو في الاردن ولا هو في سوريا ولا هو في تركيا ها تمام طيب فهذه فيما يتعلق بالمعالم كأنه فيه ايات بينات على فكرة المسجد الاقصى فيه ايات بينات امر اخر الاقصى هو اللي بيظل له رسالة في احياء الامة حتى تعود الامة الى وظيفتها الحقيقية في كونها هي التي اصلا تنقذ العالم لانها هي اللي حامل رسالة الهدى فلما نامت ضاعت البشرية لما يرجع للامة وظيفتها عندها ترجع الأمة تحمل الرسالة تنقذ العالم المتخبط هذا فالمسألة أكبر مما تتصورون والأقصى هو اللي بيبقى دائما إيش كما قلت ينهض الأمة ويكشف الضلالات ويكشف الانحرافات ويكشف النواطير اللي على العروش الأقصى له وظيفة الكعبة لها وظيفة والأقصى له وظيفة الكعبة لاحظوا هي مهبط الرسالة مهبط لكن الأقصى وهذه المنطقة هي المنطقة اللي بصير فيها الصراع مش بالضرورة تتصوروا دائما الصراع يعني انه والتفاعل وال 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 وال
الحضاري من اجل النقل الرسالة للبشرية. اذا وين نزلت الرسالة؟ في مكة. طب وين بيكون دائما نشر الرسالة؟ هون هون عقر دار المسلمين، الارض المقدسة المباركة، له وظيفة وبيظل هو اللي ينهض الامة. طيب امر اخر، قصة الشاب اللي قتل في عمان 16-17 سنة، لما تدرسها تماما بكل ابعادها، انا شخصيا لو بدي اعطي الادلة الان بس مش وقته، بس بدي اعطي النتيجة، لما درست القضية وتبعت هون وهون وهون وهون، وجدت انه هذا الولد قتل عمدا وكان في تخطيط لقتله من اجل انزال نتنياهو عن الشجرة، وانه في شيء اطلاقا ولا اي شيء الا هذه القضية. قالوا ابعتولنا غرفة نوم او كذا الاخيري وتعالوا وسجل. ها وبعدين اطلق النار على الولد، كأنه الطبيب كان وقتها داخل اكتشف انه بنقتل الولد بنسبب، قالوا نقتل الشاهد كمان، شاهدين اللي هو نقتل الشاهد، انسى الشاهد هذاك، بعدين بصيروا يدخلوا الان في الشهادات، مع انه شهادة الثالث برضو بتأكد بتأكد، ايوه اللي هو بسوق هذا شهادته بتدل على هذا الكلام. اذا حتى تعرفوا قديش مجرمين، وفي لعبة السياسة هذه الدول بتسألش لا بفرد ولا باثنين ولا بمية ولا بألف، وممكن تقتل مئات الالوف بس للتحقيق اغراض سياسية. لما بيكون فيش ايمان وفي ضلال ايش قتل الانسان؟ زي ما بتقتل الهسس والذبان يعني. فهذا الولد قتل هيك. ايش يعني قتل هيك؟ قتل لانزال نتنياهو عن الشجرة. في القصة اياها ليش انتو كاينين مطلعينه على الشجرة؟ طلع على الشجرة مش عارف ينزل. انتوا يا الفلسطينيين مرات بتركبوا روسكم وبعدين معكم يعني. كم مرة طلعتوهم عن الشجرة؟ قصد طلعتوهم على الشجرة وهاد نزلون. زي ايام ما كان رابين موجود وابعد 415 على مرج الزهور، وبعدين صارت الناس تقول نزلوا رابين عن الشجرة، نزلوا رابين عن الشجرة، وعملوه هيك ورجعوهم، بعدين رجعوهم لأول مرة في تاريخ اسرائيل بيرجعوا. ايش كيف الله بنصر؟ افهموها، ما هي الآية اللي قلنا لا ينصرنه الله. كيف بنصر؟ في صور النصر، مثلا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الملائكة على فكرة إلها قدرة على للملك لما مثل ما للشيطان، لما الشيطان بوسوس الملك يلهم، معناته بقدر من داخلك يلعب في الكمبيوتر هيك ويثبت، يعني عندهم يعني يبدو ما عندهم فكرة ايش احنا. تمام، اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. انتوا لا بتشوفوا هاي ولا بتشوفوا هذيك، لا بتشوفوا ثبتوا ولا بتشوفوا سألقي، بلقي الرعب هيك بصير يكون يا جماعة ما جماعتكم على فكرة النواطير، عارفة في ناس بيقولوا النواطير ما كان لهم مش دور في قضية الاقصى، لا النواطير كان لهم دور كبير. ليش؟ كيف يعني؟ لانهم بعتوا لاسرائيل وقالوا ولكم تخافوا، بده يصير فيه انتفاضة جديدة وبعدين وعندنا وبترجعوا الربيع العربي، احنا تغلبنا سنين الا بنحاول ندعي الربيع العربي، ولكم يخرب بيتكم. هيك النواطير قالوا لهم. كيف ما لهم مش دور النواطير؟ كيف النواطير ما لهم مش دور؟ كيف لهم مش دور؟ بعدين على فكرة في هذا الكلام موجود، بعتوا كل الأمور ولا يخدتك نتنياهو ولا تخرب الأمور، وعنده الشباك قالوا له تخرب الأمور يا ولد شباك. والجيش قال له شو بتعمل انت كأنك مش عارف. احنا قلنا ويضل الله الظالمين. هون وفي شيء كمان لافت بلفت الانتباه كمان، ان نتنياهو من اول لحظة كان متأكد انه بده يجي الولد القاتل، متأكد. كيف متأكد؟ طيب هذا انا بدي افهم،
كيف يعني على طول اعطى وعد وعد واحنا مجربين وراح ترجع كيف كيف عرف افهمها ما اي غبي بفهمها يعني اي غبي بفهمها يعني كيف اللي بفهم اذا الغبي بفهمها لما واحد زي نتنياهو من اولها كنقل بكل وقاحة ودير بالكم هذا من الامور اللي بتطمنك هذول زعماتهم صاروا زي زعماتنا صاروا من نفس المستوى الاباء اللي بنوا شكل وهذول الموجودين شكل هذول بيبيعوا بيشتروا يا لخرب بيتك مشان تستعرض قدام شعبك ومشان تنزلوك من الشجرة بتطلع بهالطريقة السخيفة هاي اولا بتقول انا احنا مجربين وراح يرجع القاتل ما ولا يهمك ايش طب اي واحد بفهم هاي اي واحد بفهم يعني شو يعني بفهم انه لك شركاء في الموضوع لك شركاء في الموضوع انت تنك متأكد معناته تنزيلك عن الشجرة هذه خطة مشتركة مش هيك فهو متأكد انه راح يرجع القاتل متأكد وين في اي بلاد هذا القاتل بيرجع لا يكون اللي بقتل في الولايات المتحدة وهو ايش ما يكون صفته يقتل يعني هذا بيكون شو اسمه ليش الدبلوماسي اللي قالوا الليبي اللي قالوا عنه قتل في زماناته وتحاصر في السفارة وتفاصيل ولمدة طويلة وبعدين في الاخير سلم مش هيك وبتهمي اصلا مش ثابتة ايش الضحك على الناس كيف يعني يا نتنياهو انت بتكون عارف وقال بكل طيب ممتاز وانت عارف شوفوا كمان الوقاحة وهذا من ضمن ويضل الله الظالمين لانه الناس والعالم بيفهموا مش بيفهموش ولما بيشوفوا الغطرسة بيدركوا الناس كلها حتى اللي معهم على فكرة حتى شعبهم بيدرك انه ولك وين مودينها انت طيب واحد بدك انت ترجعه تستقبله بهذا الاسلوب الاسلوب طب هو قاتل هو وانت بعدك مش عارف شو قصته في القتل ولا محقق ولا شو تستقبل استقبال الابطال في دولة انت بتقول انه عامل معك سلام وحامي حدودك من اول يوم حامل حدودك من اول يوم وكمبيوتركم واحد تيجي بتعمل بهذه الطريقة بتستقبله كأنه بطل طيب ولا أمة بتعمل هالكلام على فكرة ولا أمة لأنه الشعب لنفرض هذا دفاع عن النفس نفرض أنه ضرب قتل دفاع عن نفسه وقتل الثاني خطأ زي ما بيقوله يعني قال طيب ماشي هذا قتل وعلى فكرة هذا موضوع القتل ويجوز لكم مش يجوز لكم متى تكون مضطر وما كنتش القوانين أصلا بتفصل فيها مش أي ولد يعني بيرفع عليك لو صدقنا ما هو أصلا فيش شهود على اللي بيقوله هو هذا القاتل في شهود على عكسه تمام حتى لا ما بيسمحوش لو واحد مدرب قدامه ولد حامل ايش ما يكون حامل وبعدين مش بتقتل انت حتى لو معك رصاص في طريقة ثانية اذا هو مدان اصلا على اي طريقة كانت كيف انت تستقبل استقبال الابطال انت كيف تستقبل استقبال وبعدك مش عارف شو القصة هي وقاحة اذا لاحظوها هي وقاحة بس مشان يستعرض قدام شعبه انه احنا يعني انه انا يخرب بيتك بتبيع مصالح امتك لانه هذا دير بالك هذا الامم اللي بتنكم عليهم اصلا كلهم وبقولوا ما هو اصلا هذه غطرسة اليهود اصلا اللي بيقولوا عن حال نفسهم شعب الله المختار هم اسوأ من هيك كمان يلا يخرب بيتك مات يا ساتر انت بتهدر مصالح شعبك بس مشان تكون انت في الكرسي زي جماعتنا صاروا زينا قصدي زي نواطيرنا يعني مش زينا وبالتالي هذا ببشركم هذا وهذا من ضمن نصر الله وهذا من ضمن نصر الله لما بنصر بيسر زعمات زي هيك مهمتها الاستعراض المفضوح وكمان ايش لحظها واللعامة المفضوحة والحقارة المفضوحة امام الناس كلها تمام ثم بتحرج الناس اللي يعني اخذوا وقتوا معك تحرجهم اكثر من مش راح تحرجهم كثير لانه اصلا بيقوموش وزن للشعوب اما هو لانه الشعوب لانه الشعب يا اما بسقطوا او بنجحوا هو حزبه له اعتبار شعب اما بالكم في اعتبار شعب
لا في بلاد العرب والمسلمين والنواطير على العروش بتقيم وزن للشعوب او شو يعني رأي الشعوب، ما هي بتعرف انه هاي يعني شوية هيك فرق شوية اعتراضات وخلاص روحت، نحن يعني نسألش اصلا فيهم ايه اصلا. ما انتوا شفتوا لما قامت الشعوب بدها حقها بقتلوها قاعدين وبيجتمع العالم على قتلها، وهم بيعرفوا انه مين اللي بثبت عروشهم، بيعرفوا. مع ذلك الله خير بيته نتنياهو بيحرج جماعتنا، بيحرج جماعتنا. اما جماعتنا ومش جماعتنا، ما هو اصلا لما نوح قال ان ابني من اهلي شو قال له سبحانه وتعالى؟ من اهلك ابنك، ابنه هيو قال له ابنه من اهلك، هو هيك الاهل. ولعلمكم كل الشعوب العربية هاي اللي انتم شايفينها في الاصل، انا لو بدي اعطيكم العائلات في فلسطين، في فلسطين اللي هي اصلا من قبيلة عنزة اللي بينتمي لها آل سعود وغيره هون وبلاد هون، واللي بيلتقوا مع آل الصباح في 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 في, في العهود القريبة اصولهم هون، واللي هذه شعوب على فكرة ها كلها متجانسة واصول واحدة اصلا، ودخلها من خلال ايش الحروب ومجي من هون لاخره. هون في فلسطين على فكرة كثير من العائلات اللي في الاردن اصلها من هون، واللي من هون اصلها من الاردن، واللي في السعودية اصلها من فلسطين، واللي في فلسطين اصلها من السعودية، وعائلات معروفة، عائلات معروفة كما قلت لك من قبيلة عنزة ومن قبائل بنتمي إلها اللي في الإمارات واللي بنتموا إلها في الكويت موجودين هون في فلسطين. هذا لو ما أخذناش في عين الاعتبار العقيدة الجامعة هي الأساس، التاريخ المشترك زي ما بقوله، انتوا قوم واحد أصلا، قوم واحد، أمة واحدة، ولكن مين واحد؟ إيش بواحدها؟ بواحدها الإسلام، بواحدها الإسلام. لذلك الساقطين بهموناش، اللي بهمنا على فكرة غالبية الشعوب العربية والإسلامية قلوبها مع الحق. ولا شو القصة؟ القصة اللي خايف منه الغرب والشرق انه هذه الأمة لحظة تحكم نفسها وترجع متحدة، هذا هو اللي بيخافوا منه. ولذلك لا يتآمروا في الكرة الأرضية على أمة زي ما بتآمروا على العرب، زي ما بتآمروا على العرب، لأنه العرب أصلا هم، العرب اصلا هم لما بيرجعوا للدين الحق بيكونوا هم المغناطيس اللي بيجمع المسلمين كلهم. المليارين مسلم بعدهم بيقولوا مليار ومليار 300، اكثر من مليارين المسلمين انا حاسبهم، تمام واضح. هذول اللي بيسيطروا على 35 مليون كيلومتر مربع من الكرة الارضية، وعندهم مقدرات 90% من مقدرات الارض، 90% المسلمين، ولكن العرب هم الخطيرين. إذا بيرجعوا للإسلام بصيروا هم الجذب للمسلمين كلهم. إيش بصير وقتها؟ إيش بصير وقتها؟ شو بصير في الطغاة في العالم كله أصلا، تمام؟ طيب فالمؤامرة كبيرة، وبيظل الأقصى وأهل فلسطين هم اللي بيعيدوا الوعي وبيعيدوا المعنويات أصلا، وبعطوا معنويات. إحنا النواطير قلنا لكم في الدروس الماضية لما النواطير ما بدناش إياهم يكونوا معنا ولا مطلوب منهم أي شيء، اصلا هم المخذلين، اصلا هم المتآمرين، ما بلزموناش. وامتنا الاسلامية امتنا الاسلامية قلوبها معكم، والعالم كله بيعرف. ولذلك هذه القضية الله سبحانه وتعالى مأمنها وناصرها، بغي عليكم لا ينصرنكم الله، خلاص بشرط تكونوا عادلين، بشرط ما تكونوش ذليلين، تمام. طيب وكان معظم الاعلام مسلط على باب الاسباط، طبعا هو الاقصى على فكرة له تقريبا 14-15 باب، منها 5 مغلقات اصلا، واكثر المغلقات هن موجودات وين؟ في الجانب الشرقي، مثلا باب الذهبي هذا دخل منه صلاح الدين فاتح، هذا مغلق مبني يعني
مش نافذ. خمسة هو اصلا عشرة الان موجودات، وهذول العشرة الموجودات مش دائما مسموح فتحهم في صلوات معينة خصوصا. والتركيز كان في القصة لبابين، باب الاصباط وباب حطة، حطة ولا حطة بكل لهم هم في القدس، باب ايش بكله، حطة ولا حطة؟ طب هي حطة في الاصل، طيب هي في الاصل حطة. العجيب انه هذول البابين على فكرة وين موقعهم هم؟ انتم لما تاخذوا بشكل مستطيل بهذا الشكل المسجد ال 144 دونم شكل مستطيل، هذه الجهة الجنوبية، هذه الجهة الشمالية، هاي الشرق، هاي الغرب، هو واقع في الجهة الشمالية الشرقية، الشمالية الشرقية، يعني الباب الأخير من جهة الشرق في عرض. وهو أيضا باب الأصباط، وهو أيضا قريب جدا لباب الأصباط للمدينة كلها. مش المدينة إلها أبواب سبعة بالدرجة الأولى، المدينة إلها أبواب منها باب الأصباط، والمسجد له أبواب منه باب الأصباط، لأنه هو أصلا باب الأصباط اللي هو للمدينة، بمجرد ما دخلته أنت بعدين بتدخل باب الأصباط للمسجد، مش هيك؟ فهو إذن باب الأصباط. والثاني اللي اقتحموه المصلين بالقوة ودخلوا باب ايش؟ حطة، لانه بيجي باب حطة وين؟ بعد الاصباط مباشرة في الجهة الشمالية، يعني هون اذا في الزاوية الشمالية، هون الشمالية الشرقية باب الاصباط ثم باب حطة، هذول البابين اللي اشتهروا في القصة هاي كلها. خليني اركز عليهم، هذول البابين اللي اشتهروا، انسوا باقي الابواب الان. باب الاصباط طبعا ميزته انه اي سيارة بدها تدخل تدخل مباشرة من برا، من برا مدينة القدس في باب الأصباط، المدينة وباب الأصباط اللي هم جنب بعض، مش هيك؟ يعني بالتالي الحركة والناس اللي قادمين من برا، وإذا بدهم بالمواصلات والسيارات أو سيارات إسعاف وغيره، منين؟ باب الأصباط مباشرة، في حين باقي الأبواب لا، بدك غلبة هاي تمر في مدينة لا، هون طوالي باب الأصباط المدينة، باب الأصباط المسجد، تمام؟ هذا اللي صار فيه التركيز اذا بتلاحظوا. وثم باب حطة اللي بجنبه، وباب حطة هذا على فكرة كاين في الزمانات بابين، واحد اثنين، لذلك بتلاحظوا هو زي نص مغلق، في جزء منه مغلق باب حطة. لكن العجيب اللي لفت الانتباه انه هذول الاثنين البابين بقصد، اللي المسلمين مستعيرين اسمهم من قصص لها علاقة ببني إسرائيل، لأنه الأصباط بذكركم بإيش؟ أصباط بني إسرائيل، وباب حطة بذكركم في إيش؟ بقول الله سبحانه وتعالى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قولوا حطة وادخلوا، مش هيك؟ بس باقي الأبواب على فكرة لا، يعني باب الناظر اللي هو المجلس، يعني باب الغوامة مثلا، المغاربة، السلسلة، انت ملاحظين؟ ما هدول يا سبحان الله اللي صار فيهم الحركة، اللي صار فيهم الحركة والعدة هون، اثنين هدول الأصباط، وهذا مستعار من تاريخ له علاقة بني إسرائيل، وباب حطة اللي مستعار من تاريخ بني إسرائيل. وهون بدي أتوقف برضو لنفس الانتباه، هون بدي أتوقف لنفس الانتباه لمسألة مهمة جدا وسبق لفتنا الانتباه لها يا محترمين. في عصور التخلف وتخلفت الأمة، كثير صاروا يفتعلوا ويستوردوا أسماء يسموا فيها هنا وهناك ولا أساس لها، ولا أساس لها، تمام؟ مثلا كن قالوا لك هون قبر راحيل زوجة يعقوب عليه السلام، ام يوسف، هيك زوجة راحيل، قال كبة راحيل. يا مسلمين منين جبتوا انه هذا قبر راحيل هون وانه في كبة؟ وانا بتحداكم انتوا اليهود احفروا اذا ما لقيتوا حمار،
يلا يخرب بيتكم، منين جبتوا انه هذا قبل رحيل؟ طب رحيل لاحظوا، طب انا سيدي اللي بيرجع يعني ميت من 1800 يعني بقصد واحد من الاسياد 1800 وإشي ما لقيتش قبره، رحت احاول اشوف ما لقيتوش، وسيدي اللي مات بعده برضه ما عنده مش لاقي قبره. طيب اللي بدي اقوله، تصوروا لما يكون 1800 قبل الميلاد، 1800 قبل الميلاد، واجى على هالبلاد هاي رومان ويونان وكذا وما فيش يهود، وحتى بني اسرائيل لما راحوا لمصر، لما راحوا لمصر الاف السنين يم رجعتوا وعرفتوا انه هون قبل رحيل، لا هذه تياسه المسلمين في عصور التخلف، صاروا يحطوا هون كن كانوا انا كان سموا كل هذا. لذلك احنا عندنا في التاريخ يقال، لكن في عندنا اشي اسمه التحقق من صدق الروايات وصحتها، بكفيش انه قيلوا تدورني في كتب وقالوا يا ما في، طب ما قالوا اقرأ عن الصخرة، قال لاحظوا هذا، قال الاضاءة اللي كانت فيها، اللي كانت في الصخرة في اضاءة تضيء الرملة، ايش هالحكي هذا، ما انت تصور اذا بدك تقول لي قالوا، اذا انا بوريك العجائب اللي قالوها عن الصخرة في الكتب، زي كتاب مثلا اتحاف الاخصة، هذا اللي صاحبه تقريبا 700 وإشي او 800 وإشي هجري، بيحكي عن الصخرة إشي خرافات، ناخذ بالخرافات احنا فبالتالي هالتسميات صاروا يسموا ليش في عصور التخلف وعصور ايش، وبعدين احنا اصلا المنفتحين على الاخرين، احنا المنفتحين على الاخرين وهذول اهل الكتاب وكذا الاخره، وبكل ثقة ومش عارفين انه هذول الناس في يوم الايام صعب بيصيروا ايش اي شيء، مش مهم يكون في دليل، ما هيكم بتقولوا يا مسلمين هذا باب الاصباط وهذا باب حطة، يعني من هون دخلوا الاصباط ومن هون ادخلوا الباب وقولوا حطة، يعني شو هذا حتى تعرفوا. وذلك انا قلت لكم انه في مجموعة يهودية كانت عملت عند قبر واحد في يوم من الايام من عرب اللي بسموه عرب الداخل، عملوا صاروا يجوا هالمستوطنين وكذا، او يعني قصد المتدينين، وهذا مكان مقدس عبين ما رفع الزلمة دعوة للمحكمة واثبت انه هذا قبر ما ادري ابوه ولا سيده، والمحكمة قالت فعلا هذا قبر ابوه، ايش جاب هذول بدكوا باي حجر، ليش بدكوا باي حجر، بس انت قولها ليش؟ لانه من هم مش اصلا اساس فيش لهم حقوق. وهذا الان بقودني الى ما قيل وبعدني ما تحققتش منه، لكن انتوا قرأتوا انه وجدوا انهم حافرين تحت الصخرة. ايش يعني تحت الصخرة؟ وجدوا بعد القصة هاي انهم حافرين تحت الصخرة لانهم هم انفردوا بالمسجد تقريبا من جمعة لخميس انفردوا في المسجد، شو عملوا؟ شو قاموا؟ شو حطوا؟ شو بحشوا؟ هم حافرين يبدو تحت الصخرة. اللي بعرفه بجوز اكون مش دقيق، انه بتعرفوا انتوا الصخرة اللي هي يعني قريب من جزء اقل من 250 كيلو متر مربع، لكن هاي حساب مساحتها صعب شوي لانه مش مغذى، ممكن يكون اقل لانه هي تقريبا على فكرة طول 18 عرض 13، يعني اعرض شيء 13 متر الصخرة، اعرض شيء 13 متر اطول شيء 18، بس هي مش متساوي، يعني مش جاي مستطيل والله نقعد نقول الطول في العرض 18 في 13 تمام جاي المهم. والكهف تحت اذا بتلاحظوا في سقف الكهف فتحة قطرها متر. يبدو حسب معلوماتي القديمة انه لو رحت نزلت مباشرة في الفتحة مباشرة نزلت له وحفرت رح تجد بير. اذا هم يبدو قاموا السجاد وفي الاشي اللي عمودي فورا بكون ايش الفتحة،
عمودي في بير، مع هاي الفتحة على فكرة يبدو لها علاقة بالبير اللي مغطى، انتم مغطى هو مش عارفينه انتم، وبتصلوا فوق ومش عارفين انه في تحت بير. ما هو اكثر من 60 بير موجود في الاكثر من 60 موجود في ساحات الاقصى، تمام؟ منها واحد هذا. وسبق اذا بتذكروا في محاضرة لما تحدثت عن التابوت، اسمعوا الان، زمان من سنين لما تحدثت عن التابوت قلت مسألتين والان وقت التذكير فيهم. المسألة الاولى اللي ذكرتها لما تحدثت في المحاضرة عن التابوت، ان اليهود لهم اقوال كثيرة اين هو التابوت، منهم من قال انه في مصر، منهم من قال انه في الحبشة، منهم ذكرت الاقوال. واخر كلام قلته يعتقدون انه تحت الصخرة، فهموها، يعتقدون انه تحت، هذا اخر كلام قلته في المحاضرة، او يعني في قضية الاقوال اللي قالوها هم. وين هو؟ هل هو في الحبشة؟ هل هو في مصر في كنيسة كذا؟ هل هو التابوت؟ قالوا انه بقي عصاتين منه. هل عصاتين موجودات فيه؟ هم بيقولوا تحت الصخرة. تحت الصخرة وين؟ لذلك انا لا استبعد انه بتعرف، ما هو المتدينين عندهم لهم ضغط على العلمانيين، والعلمانيين معنيين ان مراعاتهم، فلا استبعد انهم لما حفروا في البير تحت الصخرة مشان يشوفوا بلكي التابوت زي ما قالوا، لانه في الاول ما كانوش ممكن، كان ممكن يحفروا في اي مكان الا في هذا المكان. ليش؟ لانه مسجد الصخرة لا يمكن انهم يدخلوا ويحفروا فيه، بيعمل مشاكل كبيرة. اجت الفرصة حفروا يبدو تحت، نزلوا في البير، دوروا على التابوت، ابني منيح مش لاقينه مبين شوي برا، مش لاقينه، او حطوا تابوت. اما قضية حط تابوت او حطوا تابوت مشان بعدين يلاقوه لما بنتفق، لانهم هم بدوا ايانا نكررهم بحق، وكأنه القضية لحظة اختلاف وتنازع بده حل وسطي، وثقوا تماما ما بدهم الحل في المصلى الجنوبي. من الان هيني بعطيكم اياها 100%، بقولوا لك مصلى جنوبي ما بدناش، موافقين؟ هم موافقين. للناس اللي بيخدعونا بقولوا انه الاقصى هو الجنوبي، انا الجنوبي، هذا فقط لانه بوقف الامام في اقصى منطقة، والناس بتصير لانه القبلة في الجنوب، كان المسجد المصلى هناك مشان يقفوا الامام المصلين، وبعدين بصير الصفوف تروح للشمال، مش هيك؟ هذا اشي طبيعي، بس هذا هو. اما هو المركزية وين؟ القلب وين؟ الصخرة. والله سبحانه وتعالى يسر الها بنى اجمل بناء في العالم، على فكرة اجمل بناء في العالم اللي يتعصبوا له كل البشر. شوف العبدة هاي، شوف العبدة، تنقل لك كيف يعني الله بنصرنا؟ ما هو ناصرك من ايام عبد الملك اصلا، في كل الهزات اللي انهد فيها الاقصى الجنوبي هي ما تأثرتش، كل الهزات مش واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، وكانت تخذ المسجد الى درجة كما قلت كان 15 رواق، كان 15 رواق صف 7، تمام؟ انهد اكثر من مرة، منها مثلا 163 هجري قبلها كمان وبعدها كمان بشكل ضخم يعني، ولا اشي، ويعيدوا بناؤه. طبوا الصخرة واقفة، اتأثرت ابدا؟ اتزعزعت؟ لا، ظلت واقفة مع انه. طب الهزة قديش بتبعد هي؟ قديش الجنوبي بيبعد عن الشمالي؟ ليش بياخد المصلى الجنوبي وبقول لصخرة انت خليكي انت؟ والناس بتعصبونها، مسلمين وغير مسلمين. ولذلك على فكرة يعني يقال، انا اقرأ قديما من قراءاتي القديمة عن رحلات غربية لواحد فنان غربي، على فكرة جاء انتوا عشانكم عايشتوا الصخرة، على فكرة عايشتوها، تدركوش قديش هي مدهشة في جمالها، قديش هي كبناء مدهش في جمالها. عروس واقفة هيك بتعصبونها كل العالم، كل، حتى خذ انت اي صورة
لا القدس بدون الصخرة الناس بيعترفوش انها القدس. هاي مش صورة القدس، هاي ما بيؤمنوا انها صورة القدس حتى تكون الصخرة قاعدة هيك بتقول انا القدس، تمام؟ وهذا طبعا في حق اليهود، هذا في حقكم. طيب هذا الفنان الغربي لأول مرة بنصدم فيها، وقف مدهوش ويكاد يجن لما شافها. ايش هذا؟ يكاد يجن. لا، ما هو حس مرهف وفنان وإشي، وهذه النفوس الله خالقها بالتفاعلات مختلفة. في ناس ممكن تقتل امه وابوه كذا لاخره، كن قال لك والله جوعانين وما نزلش الطبيخ في هيك مثلا الى اخره. درجات الناس والاحساس والتفاعل وهالمسائل هاي كلها. فهي شوفوا هذا من الحكمة، واقف هيك لهم تقول لهم ولذلك ما كانوش قادرين يحفروا فيها، هذه اجت الفرصة. لذلك فيما قيل انه حفروا، حتى لو ناس فيما بعد قالوا لا ما حفروش، بيكون يعني اتفاق انه غطوا على الموضوع، لانه في اللحظة الحاسمة شو قالوا؟ حافرين تحت الصخرة. طب وين تحت الصخرة؟ مش ممكن يحفروا اصلا في الصخر، هم حفروا في البير تحت. خلص ما بتغطى بتاع الموضوع، ما هو عفوا ما هو بير وبنسد، هو بيحفروا في البير مش بيحفروا فيها، لان الناس مش عارف انه في بير، بس هم عارفين. انا كنت عارف انه في بير هم مش عارفين. فهون يبدو اذا كان لي معلوماتي قديمة. كيف؟ واربع ابار حول الصخرة بكونوا ايش؟ نزلوا فيها حول الصخرة بالذات. وتذكروا لما تحدثنا في التابوت واعطيت درس وقتها من سنين طويلة في المسجد الكبير، وتكلمت عن التابوت بالتفصيل، ولما اعطيت مواصفاته في بعض الشباب كان يجي من القدس يحضر الدرس، لما رجعوا للقدس وكانوا يتحدثوا في اختيار بسمعهم، فالاختيار اندهش قال عجيب بالكلام اللي بتقولوه. هذا الوصف اللي بتقولوه على التابوت ايام الاردن لما اعيد ترميم بعض المسائل، ومنها تذهيب، على فكرة هذه ما هي الكبة، ما كانت ذهبية، الكبة ما كانت ذهبية، كان في شغل في الزخرفات وفي الكبة استمر لعند 1964، يعني قبل ما تدخل اسرائيل بثلاث سنين، يعني انتهت الاعمال سنة 1964 ايام الاردن. في 64 وقبلها كان في اصلاحات وترميم والزخارف اللي شوية مش مبينة وكذا، وزبطون وذهب القبة، تمام. اختيار هذا كان من الناس اللي بيشتغلوا من العمال، قال جابوا لنا صندوق مثل ما بتوصفوا وحفرنا ودفنوا، شو المقصود؟ المقصود ممكن اذا ما زبطت شاي بتزبط اني بتزبط المدفونة. طب كيف بدها تزبط المدفونة؟ ما بيجيبوا اليوم العلماء الكربون 14 وبفحصوا وبيشوفوا انه هذا بيرجع لزمان ولا بسيطة. انا بروح اجيب خشب، ما هو خشب المصنوع هون، خشب وذهب قديم الى اخره، الذهب ما هو يعني محلولة، خشب قديم من اللي بيرجع لآلاف السنين، فيه ولا ما فيش من الآثار، وبصنع منه التابوت. تيجي بتفحص انت في الكربون 14 بتلاقي انه الخشب قديم، فبقولوا هاي قينة التابوت، هاي اثبات انه هذه المنطقة هي الهيكل، لانه هم اصلا مش عارفين وين الهيكل. انت عارف من 1400 سنة واكثر انه هذا طول عمرهم المسلمين بيصلوا هون وهذا مسجد، هم بقول لك كان هون بجوز هون، مع انه الهيكل حسب وصفهم في العهد القديم، حسب وصفهم موجود لحد الان في كتابهم المقدس وعهدهم القديم، كله على بعضه الهيكل، انتبهوا كله على بعضه الهيكل، وفق الوصف
الموجود في الهيكل الاول في العهد القديم طوله 30 متر عرضه 10. قديش يعني كم متر مربع؟ كم متر؟ 300. يعني شقة صغيرة، تمام؟ صغيرة بالنسبة للملوك والرؤساء، مش للفقراء. فهون وتصوروا شو هذا كرادور، هذا 30 طول 10 4، بعدين مقسم هيك، انتبهوا، ثلثه يعني 10 في 10، ثلثه مقسوم لقدس الأقداس، قدس يعني شو ظل معناته؟ ظل 200 قدس الأقداس. هذه الغرفة اللي يحتفظ في التابوت فيها، ولا يجوز لأحد أن يدخلها خلال السنة كلها إلا كبير حاخام بس هو لحاله، ولما بده يدخل بربطه بحبل مشان إذا ما تسحبوه لأنه بصير لهم مش يدخلوا. هذه طب قدس الأقداس الآن ظل 200 متر، بيوصفوا لك الأساس اللي فيها، أساس معناته هذه لا يمكن أن يكون 200 متر، هاي لا يمكن أن يكون لعبادة جماهيرية، والقرآن قال من أول يوم المسجد هذه العبادة، إذن التابوت إيش؟ إذن الهيكل مش للعبادة الجماهيرية، هاي هذا الاحتفاظ بالتابوت في قدس الأقداس، وبعدين عندك أساس في 200 متر، كمان عندك أساس في 200 متر، لو بده يدخل ناس يعني كم واحد بدخل؟ كم واحد بدخل؟ هذا مش للعبادة. إذا لو بدك تناقش أنت، مفضوحين هم أصلا، لا هم عارفين وين، لا هم عارفين وين، لكن ممكن يعتمدوا، دققوا معي، ممكن يعتمدوا على أساطيرنا. من قلت كل هذا قبر رحيل، ومن كمان والنبي قال كيف الحارس فيها مين؟ قال النبي الكفن، اي بندور عليه كفن ومش لاقينه، سأخرى حطتوا عندكم انتوا، هو النبي هناك عندك. وجماعتنا مثلون، قال في النبي مثل، اخرى في مثل كمان، وهي النبي صموئيل، وهي هذا كله اختراعاتنا وبنين مساجد احنا يعني، النبي والنبي يونس. طيب والله حسب ما بدك، اذا بدك في الموصل موجود، واذا بدك برضو في الداخل موجود، واذا بدك النبي كمان في جنوب العراق، وين ما بدك في النبي يونس كمان. بهالطريقة هاي لما تخلفنا بهالطريقة هاي تجد مليون نبي يوسف يونس. طيب وبس ذو الكفل عندنا، بس مش معقول يسمحوا لنا باقي المسلمين ما يكونش عندهم كمان نبي كفل، والنبي يوسف له قبرين، قبر في الخليل هيو وقبر في نابلس. ايش هذا؟ وبالتالي هذه صلبطة اسمها، وما بتدخل لا في علم ولا في اثباتات ولا في ادلة. يجي يقولوا يعني هم كل ما في الموضوع، تنقل لك في بعض المسلمين والمفسرين والمؤرخين قالوا انه كان هون الهيكل، يقولوا انتوا عندكم اثبات؟ ولذلك سبق قلت انه بعض الكتاب انا لاحظت حتى اللي بيدافعوا في القضية الفلسطينية عم بياخذوا قاعدين، بياخذوا اصطلاحات اليهود وبيسموا الجبل اللي فوق الصخرة، لانها على فكرة اعلى منطقة في القدس هي الجبل هذا اللي فوقه، بيسموه قال جبل الهيكل، الله لا يعطيكم عافية، وبيسموه جبل موريا زي ما بيقولوا اليهود، قالوا بيسموا حالهم بيفهموا هذه يشرفنا انه جبل موريا حتى يصبح جبل الهيكل، بتقولوا كمان جبل الهيكل وبتصدقوا اساطيرهم. ما هم اصلا بزوروا من بني اسرائيل، وانا سبق قلت انه الغالبية العظمى هذه تثبت ببساطة، ببساطة منتهية، علماء الاجناس يعني ببصموا عليها من غربيين وغيره، الغالبية العظمى من بني اسرائيل مسلمين بالدرجة الاولى، وبالدرجة الثانية مسيحية، واقل ما يمكن يكون موجود في اليهود في اليهودية بني اسرائيل. يعني اذا بترتب بني اسرائيل مين المساحة او العدد الضخم من بني اسرائيل؟ المسلمين، من المسلمين، ثم من النصارى، ثم من اليهود، حتى هاي مزورين فيها، حتى لما يكونوا في 12 في 10 اسباط ضايعة، وانا مطلع على منهج كانوا يدرسون للمدارس للاولاد الصغار، بيقولوا في لهم، بيقولوا في المنهج هم، وعندي الكتاب بالمنهج المدرس في المدارس، انه في 10 اسباط ضايعه في الجنوب، في الشرق 10 اسباط ضايعه، 10 اسباط ما 12، 10 اسباط الضايعه وين راحت هاي؟
ما هو من فلسطين حتى افغانستان مسلمين، من فلسطين حتى افغانستان مسلمين، ولذلك هم بيعتقدوا وكتبوا في الصحف انه البشتم اللي هم غالبية افغانستان هذول بني اسرائيل. طيب، ولذلك انا قلتها في يوم من الايام في سنة 88، استدعوني وناقشوني في الموضوع قيادات كانوا قاعدين اربعة من اللي عليهم زرق وبيض ولابسين عسكري، قلت لهم اسمعوا، اقولكم مين يحرر فلسطين؟ قالوا مين؟ قلت لهم بني اسرائيل. قالوا ايش يعني؟ قلت له انت يا عبد زرق يا ابيض، انت بني اسرائيل؟ روح، انا اللي شكلي بالاسرائيلي. ايش تقول انت؟ تكذبوا علينا انتو، ايش تقولوا؟ هو اذا كلها اساطير اثباتها ايش؟ ولا في اسهل منه. اثباتها ولا في اسهل منه. وانا رويت قصة قداش معنا؟ عشان راويها انا بس بدي اروي لكم اياها كمان مرة. اروي لكم اياها كمان مرة، انه المسألة مش مسألة ادعاءات، هو بيدعي، هو ماخذ منا احنا فقط، بيجيب كتبنا اللي بنعترف فيها، احنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ياما بتكون احاديث مشهورة، ثم نرجع فنقول موضوع ضعيف، مرفوع لا يصح، خلص ونرفضه، وهذه أكثر ما يقال في التاريخ، إشي يقيم لأشياء كثيرة، هم بتمسكوا باللي بتقوله، إلا إذا كان صحيح، إذا كان كلامك صحيح بتفوش فيه، ولذلك قالوا، وأنا أعطيت درس هنا، لما قالوا إنه الأقصى مش في فلسطين، وقلدهم فيه عدة ناس، واحد شيعي كتب، واحد شيعي كتب، وأخذ جائزة في إيران، كتب إنه الأقصى مش في فلسطين، وغيره يفهموا ها ليش مش في فلسطين الأقصى؟ طب ما هو ثابت أيها من أيام الرسول لليوم، والأمنية قائمة، والصخرة بتقولكم هيني، ها؟ تمام؟ قال بروح يجيبوني، ها؟ ولذلك في واحد مشطوب أنا حكيت عنه سابقاً، ها؟ قال إنه الأقصى مش في فلسطين، وحاول إيش؟ أخذ عن اليهود، وأنا دعت درسهم، وقال إنه بالقرب من مكة الأقصى، يفهموا ها ليش بدكم تودوه هناك الأقصى؟ بأخذوا من اليهود. وواحد ثاني بيطلع لك بنظريات بدهم يلهوكم في الاشي الثابت قطعيا. قالوا بروحوا يدوروا على ايش؟ على كلماتي اولوها اولا، مشان يقول لك مش عندكم، ليش مش عندي الاقصى؟ ليش مش في فلسطين الاقصى؟ مشان لانه اليهود طبعا بالنسبة لهم بدهم يشككوك. ولذلك هذا اللي قال هو كاتب كبير، قال مصري مؤلف كذا كتاب، يعني كل ما كبرت الكتب كل ما كان بدل انه بفهم، ومرات صفحة واحدة في اختراع بتفوق مكتب بكاملها. فهون هو اعترف في سجل له صوت ونزل على اليوتيوب، اعترف انه السيسي قال لهم يعني انه يدبروها هاي الأقصى مش في فلسطين. السيسي قال لهم في تسريب لهذا التافه اللي بسموه مفكر، التافه المصري بسموه مفكر، اللي بدقون الاقصى ومنين ناخذها. وانا اذا بتذكروا جبت قلت لكم ارجعوا لتاريخ كذا قبل سنين، هيو موجود على اليوتيوب جامعة بار ايلان فلان لما قال هالكلام وهو مخابرات، هيو بقول زيه. بعدين اعترف قال السيسي قال لنا قولوا، ومش السيسي بقول له كمان، وغير السيسي بقول له ولا غيره، واللي بتشوفوهم كل يوم بيطلعوا فيهم، والزنا يجوز وما يجوزش، شوفوا حتى هم اعداء الدين الى درجة كبيرة، وغير السيسي من الطغاة والنواطير الهم برضو اللي يقول. وهون خليني انبه لقضية، ويبدو اني نسيت القصة اللي كنت اقولها، انبه لقضية وهي اليوم الانترنت على فكرة صارت ساحة يدني فيها كل انسان بدلوه، تافه مش تافه، مريض نفسيا، عاقل، حاقد مش حاقد، عدو، جاسوس، مخابرات مش مخابرات، تقي، فاسق، فاجر، كله بينزل. طب بتتصوروا انتوا الطغاة يعني بتركوا هذه الساحة؟ طب ما هو قاعدين بيفقدوا هم سيطرتهم في الاعلام، بيفقدوها سيطرتهم في الاعلام، هذول اللي بيفقدوا سيطرتهم في الاعلام بتركوا الانترنت؟ لا. طب قادرين يوظفوا الاف اللي تقعد بس تشتغل، وممكن يشتغل لك بصفته متدين، وممكن يشتغل لك بصفته حريص، وممكن يشتغل لك بصفته وطني، ولكن كيف بدهم يجاوبوا؟ كيف يدخلوا هون؟ كيف يعطوا ايحاءات؟ بايدوا بايدوش كذا، لايك ديسلايك زي ما بيقولوا، اعمل هيك، ايوه ما ايوه، ليش؟ هذه معركة. ولذلك بدي اياكم تنتبهوا معي،
اليوم اليوم انا لاحظت كثير بيشوهوا بعض المشايخ. في مشايخ مفضوحين، هذول من صناعة المخابرات. ليش كيف عرفنا انهم مفضوحين؟ بنيجي بنطلع تصريحات بنلاقي هو بيحكي، هاي مرة، هاي مرتين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة، بثبت. نطلع هل هو مدبلج مثلا؟ لا. طب هل هو مقطوع من هون ومن هون؟ لا. اللي قبله واللي بعده يم كلام تمام موجود، هايو بحكي، وهي بكتبه في الصحف، وهي طلع في الفضائية الفلانية، هايو كذا، هايو كذا، هايو كذا، حتى نقول انه هذا الانسان انكشف. ولذلك هم الأمم معنيين على فكرة يخربطوا الأمور، وبالتالي قاعدين بيشوهوا مشايخ محترمين. شو يعني محترم؟ انت بتعرف ماضي وبتعرف كيف هو، ثم اكثر التشويه بيجي. لذلك انا لما بيقولوا لي الشيخ الفلاني قال، بقولهم وين قال، بطلع بلاقي تصريح في جريدة او يعني في موقع انترنت. واليوم المواقع اللي بتعطي اخبار كثيرة، يعني قد لا يسمع فيها هذا الشيخ حتى يغلب حاله ويرد هون وهون، تمام؟ فانت بتاخذها بقول لك هيو. لا، ما لم تسمعه اليوم هيك، انه يجي موقع اخباري يقول لك قال فلان وصرح فلان، يا ما جربنا عليهم كذب وشفناهم، عرفنا الان فجورهم، عرفنا فجورهم، وانه بفجروا امامك حتى عينك عينك، تمام؟ وبيكذبوا، وفي فضائياتهم وغيره صاروا مفضوحين. كيف بدهم مش يكذبوا على المشايخ ويخربطوا الاوراق ويوحوا لك برضو؟ لانه دير بالكم لما يضربوا صورة المشايخ بشكل عام، هذا برضو بيدخل ضمن سياستهم في ضرب معنويات الامة، ضرب معنويات الامة. ولذلك كنوا حذرين، ما نسخط الشيخ اللي ماضي نظيف حتى يعني يكون الامر مؤكد. اما والله انه موقع اخباري قال، هذا مكفيش. مقطع كلام بحيث انت مش عارف انت شو كان يقول، مرات بيكون يقول بقوله الله، ما فيش الله، بيجيب لك بقول لك هو ما فيش الله. تمام؟ انت هذا ما بيجوز هالكلام، خلينا نكون واضحين، لانه هذه ايضا لعبه. لعبه ايش؟ انه يوسعوا من دائره ايش؟ مع انه لو عديت المشايخ الساقطين في بلاد العربي والمسلمين بتعدهم على الاصابع، اما مئات الالاف بل اكثر هم من علماء الامه الموثوقين غير المحرفين. لكن لما يحطوا في الصوره، يحطوا في الصوره امامك كم واحد ساقط، برضو من الاهداف مرات التشويش عليك انت وضرب معنوياتك، وضاعت الامور وانتهى الامر، وهي الامور لا ضاعت ولا شيء، الامور رايحه في اتجاه ما يمكن تشوفه الا صح. الله بيفضح الطغاة وكل يوم بتشوفهم. الجاسوس على فكرة بيكون بيقول لك هاي دولة عظمى فبيبكي ظهره عليها، يا ما قتلوا جواسيس لانه هذول بيعرفوش الا مصالحهم، ويا ما تعاونوا معكم. شايفين اسرائيل شو بتعمل بجواسيسها لما بروحوا عندها وبيخلص ما بيعودش يفيد، ادرسوا شو بصير فيهم الجواسيس اللي بتعاملوا مع اسرائيل مثلا، هذول بيعرفوش يعني ما فيش عندهم وفاء. بعدين بيقول لك احنا نكون اوفياء للجاسوس، اوفياء للجاسوس. وانتم بتذكروا قصة نابليون اللي الجاسوس ساعده باحتلال بلده، فلما كان نابليون راكب على حصانه واجى هذا الجاسوس بطلب من نابليون انه يصافحه، رفض، انما رماله ايش؟ سرة ذهب. اما يصافح جاسوس، بدك ذهب خذ، اصافحك لا، انت بتخون، انت خاين اصلا، مع انه خان بلده ودخله عليه. ها طيب مصاري خذ يا كلب، خذ يا كلب، ها؟ لكن صافحني؟ شوفوا الناس هيك بفهموا، هيك بفهموا الامور هم. قديش معنا يا عماد؟ أربعة. القصة القديمة بدي ارد اقولها، انه في 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 النقب زمان، مما بدت ال 87 الانتفاضة الأولى والنقب، و 88 في ال 88 في النقب كانوا أحيانا تجد القسم الواحد ممكن يكون في 270 واحد خيم وحولها شيك. طيب، وكان تقريبا في النقب تجد فيه اكثر من 5000
5000 انسان هذا المعتقل اللي هو في النقب صحراء النقب يأخذ الفلسطينيين على صحراء النقب في خيام واسلاك شائكة تجد 5000 و6000 واكثر في النقب تمام. وكان كل 40 يوم يأتي اللي بيسموه الشفت هذا من الجنود والمشرفين على لانه في عندهم هم التجنيد الاجباري عندهم في تقرير خدمة كل سنة 40 يوم فبيجيبوا من هؤلاء المطلوبين للخدمة. فيوم من الايام اشرف على القسم اللي احنا فيه مجموعة اجت جديدة بينها واحد لابس تقية عمره في الثلاثينات تقية يعني متدينين في الثلاثينات من عمره اجى بطريقة وقحة. طب تعرفوا المساجين بيكونوا مفوضين ما يسمى عندنا بالشاويش مفوضينه هو اللي يحكي بس مع الادارة ويحكي مع اللي بيجيبوا الطعام وبيحكي مع اللي بيجيبوا الدواء واكثر الدواء كان مية يعني ممكن قال لك يشرب مية المهم. فهون تمام فهذا اللي كان ابو تقية المتدين اجى بطريقة هيك اتعمل بجلافة فالشاويش اجى قال للمسؤول عن المعتقل الضابط قال له اسمع اذا هذا ما بيجي مؤدب لما بيحكي احنا بنعملكم مشكلة. وكان لما يثور النقب على فكرة ويثوروا 5000 واحد او اكثر مشكلة هاي قالوا بنعملكم مشكلة اذا ما بيجي مؤدب هذا. فالمسؤول عن السجن قال له اسمع هذا ابن نائب كهانة ما تأخذوش ابن نائب كهانة هذا اللي كان رئيس حزب كاخ اللي اسرائيل طردته من الكنيسة من كثر ما فضحها بتشدده لانه بدهمش برضه متشدد يفضحهم ها. واللي قتل هذا في امريكا قتلوا واحد مصري كهانة ابنه هذا ابن نائبه يعني شو بكون طري كثير ها. هذول يعني قمة ايش اللي بيسموهم مسموا متعصبين. قال له تأخذوش هذا ابن نائب كهانة فبكوني الشويش هذا ابن نائب كهانة. قلت طب خلينا نلعب احنا ويا هالولد ونشوف اسأله ما صار يجي الولد هذا يجيب الطعام ويجيب الدواء والتفاصيل هاي مع ها اسأله كله انت اليهودية دين ولا قومية خلينا نشوف الجواب. اول يوم سأله جاوبه امشي انا والشويش في الليل شو قال لك قال لي كذا قلت له بكرة سؤالنا هيك بعده سؤالنا هيك نعطي السؤال اللي بعده قومية ولا دين اليهودية السؤال اللي بعده في الاخير شو قال ولو بكل له شويش اسمع يا اخي انا هذه البلاد الكم وانا ماليش دخل هذه البلاد الكم وانا ماليش دخل لانه احنا صرنا نناقشوا ايش في كتابه المقدس طلعنا احنا بني اسرائيل وطلعوا برا فالمهم قال يا عمي انا ما خصنيش هذه البلاد الكم. وصار هالانسان اللي يجي بكل هالابتسامة ويحاول يمسك الباب هيك افهموها الى درجة انه مسؤول السجن في يوم من الايام لاحظ عليه كثرة انه بضل واقف على الباب اجاز شفناه من بعيد بيشده هيك وبكله يعني ليش بضلك واقف هون ها وتهيب ما فيش اذا ايه النائب كهانة ما عندوش ايش حكم هذا. ولذلك اي شيء بتقولوه انتو كان قال لك بقوله طيب والاقصى لا بتصيروا بدهم مش بقوله لما كله هذا الاقصى بقوله لا في هذاك في مكة كله. لذلك الباطل على فكرة منكمل الايات ان شاء الله الباطل في النهاية زائل. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.